Kill this shit out. اللي شافكم في الخسران ما لازم شايسك تحنا قاعدين في الخسران احنا دي. تعالوا وبركاته اخوتي اخواتي في حلقه جديده من حلقات مكرمه في الخصوص في الحلقه الثالثه. اولا الشكر الخالص لجميع الاصدقاء والصديقات اللي التحقوا بقناه باخويا واللي دائما اوفياء القناه باخويا. كيف ما شاهدنا في الحلقتين السابقتين شفنا جرائم يعني اللي وقعت ومؤخرها قتل الاخ ديال نادير والتعدي على الجريدتين تيليغراف وبانوراما. هنا بدات يعني الشرطه كتحرك وتم اعتقالات وتم اعتقال شخصين يترأسين يعني عصابه ديال اصحاب الماطر يعني الموتور باند. وكيبان شاهد اخر اللي كيدلي باعترافات الشرطه ضد العصابه ديال الموتور باند اللي قلنا اللي كانت يعني عندها تنسيق مع مروان الساقي. يعني هنا كيتم سقوط الكوموندو الثاني ديال مروان الساقي. وفي ماي 2019 بسوريلان كيتم إلقاء القبض على المسمى فو يعني اليد اليمنى ديال الساقي والأخ ديالو وبعض من الأعوان ديالو. وكانت هذه الضربة الأولى للساقي لأن كيف كتعرفوا فو يعني معرفة قديمة ومن يعني من العصابة القديمة مسمى باد بويز. فو دايما هادئ وساكت ولكنه خطير. وهنا فين كيتضح بان المحكمه بان المسمى فو اليد اليمنى للساقي هو اللي كان تينسق ما بين الساقي وما بين العصابه ديال اصحاب الماطر يعني الموتور باند واللي كان الساقي تيتقاسم معهم ارباح الكوكايين والحشيش. إذا كانت عند الساقي 1000 كيلو كياخدو هو 500 والباقي كياخدو فو وسمير البكوري. الحلوة كتقسم ولكن دائما الساقي كيحصل على القطعة الكبيرة. وبعد ما تم إلقاء القبض على المسمى فو وشخصين من عصابة ليموطار يعني هما اللي كانوا أحد رؤساء هذه العصابة ليموطار قررت المنظمة يعني باش تحرك. وفي 18 سبتمبر 2019 كيتم اغتيال المحامي ديال النادير رميا بالرصاص امام البيت ديالو. يعني شخص لا علاقة له بهذا التنظيم مجرد انه محامي ديال شاهد من تماك يعني لا النيابة ولا الشرطة اجتهدت في البحث ديالها ويعني بحث جاري 7 ايام 24 ساعة على 24 ساعة يعني بحث مستمر الى حتى تلقى القبض على ولد عم الساقي وشخص اخر.
مدلس باعترافته، ولكنه يعني مازال متابع بعدة جرائم وتضافت عليها يعني جريمتكم كلكم راكم عارفين الجريمة اللي وقعت بمقهى لكريم في نوفمبر 2017، وهو يعني شخص ماشي هو المعني بالأمر يعني عبر الخطأ. أما من حد الشخص اللي كان معني بالأمر يعني كان قبل بعض الدقائق غادر المكان، ولكن كتعرفوا حنكة الشرطة المغربية يعني في نهارهم الأول تقرضوا وتقدموا للعدالة وتحكموا بالإعدام، يعني حتى تاريخ الإعدام ديالهم غير محدد. ومن بعد هذا الشيء يعني اكثر على الشرطة ولا على الحكومة الهولندية، اكتفات من يعني من البحث ديالها فين يقدر يكون مروان الساقي. إيران، الشرق الأوسط، مكسيكو، دبي. الأمر كذلك يتعلق بسمير البكوري اللي كتحول الشكوك حوله بأنه كيتواجد بكولومبيا. وفي 16 ديسمبر من سنة 2019 كيتم القبض على المسمى مروان الساقي دبي منتصف الليل بفيلا مهجورة. تم مداهمة المنزل، تم كسر الباب. De rechercheur die anoniem wil blijven, laat het appartement zien waar Tahi zich schuil hield. أول ما دخلنا كانت صدمة بالنسبة لهم، أول ما جينا وقبضنا عليه هو كان مصدوم يعني بشكل كبير، ما كان متخيل أن أي حد يعرف مكانه لشدة حرصه أن يعني ان هاي الفيلا كانت مهجوره. الشباب على طول من اول دقائق تم السيطره عليه، ما كان عنده اي فرصه للفرار. من الاماكن اللي حصلنا فيها المبالغ الماليه تحت هاي الكنفه حصلنا تقريبا نصف مليون درهم، 500,000 درهم. That is some 125,000 euro. حصلنا العديد من الاجهزه الرقميه والحواسب الآلية والهواتف. قالنا طاغي انه والله هذه الاشياء كلها تنفي في قطع القضاء، في النيابه، في يعني مراحل في القضاء، هذه المفروض تثبت انك انت بريء. طبعا ما جاوبنا على اسئله. العلوي حصلنا جوازه، الجواز كان هني مخشوش بطريقه مخفيه ما تبين لاي حد انه يشوفها. اي فلان از انكلوسيف مان، فتلت الامر للريسيجور اللي اوك انونيم دو باي. كان احد الاشخاص من الجنسيه الاوزبكيه، هو الداعم اللوجستي له، يقدم له كل ما يحتاجه من احتياجات يوميه، من اكل، مشرب، ملبس، احتياجات المنزل، دفع فواتير، مقابل فلوس يدفع له شهريا. الزباله سلمت الله ما كانت تخرج الزباله ولا يحطون الزباله هم برا الا لما يجي الشخص الاوزبكي بنفسه يروح داخل يجيبهم احتياجاتهم اليوميه، يدخل داخل يعطيهم احتياجاتهم اليومية، يشيل الزبالة ويرميها في سيارة زبالة اللي تمر، يا إما يرميها هي مباشرة يا إما يشيلها لسلة الزبالة الرئيسية يرميها. ليه؟ لأن لحرصه شديد. في عملية المراقبة شاهدنا شخص يقوم برمي القمامة
في سلة قمامية، فتأكدنا أن في أشخاص موجودين داخل. فلما تأكدنا أن شفنا هذا الشخص، يعني كنا على يقين أن في حد ساكن في هذا المكان ولكن شخص. أنا تقريبا كنت عايش مثل السجين، ولكن الحين يعني صح أن ألقي القبض علي و يعني يمكن أحسن على الكلام اللي هو قاله، أنا قلت شو قال بالصدق. وكذلك في نفس الليلة تمت مداهمة عدة أماكن بهولندا، يعني الأشخاص السابعين المنوان الساقي وما بينهم الأخت ديالو. بعد عدة أيام يعني تم تسليم مروان الساقي للحكومة الهولندية. نتمنى الله تكون عجبتكم هذه الحلقة. مازال لنا حلقة جاية إن شاء الله الأخيرة، هي اللي غادي نشوفوا فيها كيف تم القبض على سمير البكوري. والسلام عليكم في الحلقة المقبلة.